رأيتك واسترقيتك ومن كل عين حميتك، 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 رأيتك واسترقيتك ومن كل عين حميتك. طمني يا طبيب، كيف صارت؟ والله بنتك حالتها صعبة، جربت معها كل أنواع البخور والأعشاب الطبية بس ما في فايدة. كيف يعني ما في فايدة؟ ما في ولا دواء بيقدر يشفيها. والله يا أم خالد، أنا عملت كل يلي علي والباقي على رب العالمين، وأنت ما إلك غير الدعاء لربنا ليشفي لك بنتك خلود. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب سعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب اشفي لي بنتي. حبيبتي يا ماما، الله يشفي لي اياكي يا رب. خلود ما تخافي، انا خيك حدك. امي ماما لاخدك على غرفتي لانتبهي عليكي. ساحر الزمن. ساحر الزمن، شو بدك منا؟ بدي ساعدك، عندك مشكلة يا خالد. تساعدنا؟ بشو وكيف؟ خالد، انت اختك خلود مريضة وهي بحاجة لدواء لحتى يشفيها، صح ولا لا؟ صح، اختي مريضة وما في اي دواء يشفيها. صح يا خالد، ما في دواء بهيدا الزمن بيقدر يشفي اختك، ولكن ولكن شو؟ ولكن الزمن يلي رح اخدك عليه في كتير ادوية بتقدر تشفي اختك. الزمن يلي بدك تاخدنا عليه؟ كيف يعني؟ خالد، انت بدك تشفي اختك خلود؟ ولا لا؟ مبلا مبلا بدي اشفي اختي، بس ما فهمت عليك، اي زمن بدك تاخدنا عليه؟ هيدا حكي بينحكي يا خالد، انا رح اخدك على زمن المستقبل، على سنة 2024. زمن المستقبل وسنة 2024؟ يعني بعد 1000 سنة؟ بالضبط يا خالد، رح اخدك على زمن بعد 1000 سنة. طيب يا ساحر الزمن، وشو ناطر لتاخدنا؟ ناطر انك تقبل. اكيد بقبل، عم قلك بدي اشفي اختي. اتفقنا يا خالد، بس عندي شرط كتير مهم. تفضل قول. الشرط هو انه معك 5 ساعات لتجيب الدواء، واذا تأخرت عن هال5 ساعات بتعلق هونيك العمر كله. يا ساحر الزمان، والله ما فهمت عليك شي. يا خالد انا رح فهمك.
انت رايح تجيب الدواء من زمن المستقبل ومعك بس 5 ساعات، واذا تأخرت عن هالخمس ساعات ما عاد بقدر رجعك لهون. فهمت ولا لا؟ ايه فهمت عليك يا ساحر الزمان، وانا مستعد ضحي بحالي كرمال اختي. وهلأ يا خالد قوم اوقف حدي لحتى نروح انا وياك على زمن المستقبل. حاضر. وين نحنا؟ نحنا بسنة 2024. غريب هالمكان، وليه رسمين هيك على الطريق؟ هيدا كله ما بهم، المهم انك تروح وتسأل عن الدواء لتجيبه لأختك. طيب ومين بدي اسأل؟ هيك انا ما بعرف، هيدا شغلك. طيب روق روق ما تعصيب، انا رح اسأل. رجعت دعيت، شو هالمكان يلي جبنا على الساحر؟ يا رب. لميس لكي هيدا الصبي شو لابس، بيضحك كتير. يا بنات بتعرفوا وين في دواء بهالبلد؟ دواء لمين؟ لإلك؟ لا مش لإلي، لإختي. دواء لإختك؟ كمان اختك بتلبس مثلك؟ شوفي ليه عم تتمسخروا على الصبي؟ انتي ما خاصك، حدا حكى معك؟ لا ما حدا حكى معي، بس انتو عم تتنمروا على الصبي وهو حر بده يلبس اللي بده اياه. انتي ما خاصك، فيك تكملي طريق، نحن حرين وبدنا نتنمر عليه. لا يا حبيبتي انا خاصني ونص. شو اسمك؟ اسمي خالد. وشو عم تعمل هون لحالك؟ وليه لابس هيك؟ انا مش من هون، انا جاي من زمن بعيد. جاي من زمن بعيد؟ ما فهمت عليك. بعدين بقلك القصة، بس فيك تقلي لي وين بيجيبوا دواء لاختي؟ الظاهر بدك دواء لعائلتك مش لاختك. ايه والله يا لميس معك حق. على فكرة انتو ما عندكم احساس. قوم معي يا خالد. شو قصتك يا خالد؟ وليه لابس هيك؟ ما قلت لي. قصة كتير طويلة، هلأ بحكي لك ياها. أنا جيت من زمن بعيد بعيد، ويلي جابني لهون هو ساحر الزمن. جابني لهون كرمال جيب دواء لأختي المريضة، لأنه يا حرام طبيب لعنا ما عم يقدر يداويها، وكل الأعشاب يلي عم نعطيها ياها ما عم تشفيها. فساحر الزمن قال له إنه بالزمن اللي أنتوا عايشين فيه، اللي هو زمن المستقبل، بلاقي جميع الأدوية يلي بتشفي أختي. عن جد قصتك كتير غريبة. تفضل يا خالد. شو بك يا خالد؟ تفضل. حاضر حاضر. I
I am a water and electricity hybrid powered robot. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هيدا؟ هيدا روبوت. ليه خفت منه هيك؟ روبوت؟ شو يعني؟ روبوت رجل آلة. ليه ما عندك منه بالبيت؟ لا ما عندي منه، أول مرة بشوف إنسان من حديد. طيب يا خالد ما تخاف منه، الروبوت ما بيخوف. ييه وبيمشي كمان؟ ايه أكيد بيمشي، ومش بس هيك بيغني وبيفيقني الصبح بكير على المدرسة وبيذكرني بمواعيد درسي وكتير أشياء. غريب هالروبوت. شو هيدا يلي بيشبه الكلب هونيك؟ هيدا روبوت تاني بس على شكل كلب. روبوت على شكل كلب كمان من حديد؟ ايه يا خالد، هول الروبوت كتير تكنولوجي ومصنوعين من إلكترونيك وحديد. ما فهمت عليك شي، بس الظاهر هيدا يلي اسمه روبوت والكلب يلي مثله ساكنون جن. شو؟ ساكنون جن؟ بتآمن بهيدي المواضيع يا خالد؟ ايه يا قليل بآمن بهالمواضيع، لأنه الزمن اللي أنا جاي منه بيأمنوا كتير بالجن. ممكن يا خالد لأنه زمنك قديم. هلأ المهم منك زهقان؟ لا يا قليل مني زهقان، بس أنا خايف تتأخر أمك لتجي على البيت. ما تخاف ما رح تتأخر كتير، وأنا وعدتك أنه ماما تساعدك لتجيب الدواء لأختك لأنه هي طبيبة. شكرا لك يا آلين، ما كنت عارف شو بدي أعمل من دونك. أهلا وسهلا، وهلأ خلينا نحضر تلفزيون لكانت إجت ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بك يا خالد؟ شو فيه؟ كيف فيه نسبة قلب هيدا الصندوق؟ خالد هيدا مش صندوق، هيدا تلفزيون أو فيك تقله تي في تحضر من خلاله أفلام ومسلسلات وأخبار وأغاني وكليبات وكتير أشياء حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، عن جد زمانكن بخوف. لا يا خالد، صح زماننا تكنولوجي بس بيساعدنا كتير بحياتنا. بيساعدكن بحياتكن؟ يعني كيف؟ أول شي يا خالد اقعد منيح وما تخاف، وبخبرك كيف بتساعدنا التكنولوجي. خالد الزمن يلي انت جاي منه وين بتحط الاكل لتحموه من العفن؟ بتحط امي بسلة معلقة بالسقف. طيب يا خالد نحنا بنحط الاكل بآلة كهربائية اسمها البراد. بآلة اسمها البراد؟ وينا؟ قوم معي لفرجيك. حاضر. هيدا اسمه براد، رح فرجيك عليه من جوا. فرجينا. هون منحط كل الأكل. كيف هيك؟ عم بيطلع منه هواء بارد. أكيد يا خالد، لأنه هيدا البراد مصنوع ليعمل جو بارد جواته ليحافظ على الأكل. عن جد شي مثل السحر. إذا بدك تسمي التكنولوجي سحر سميها. طيب يا ألين وين بتطبخوا أكلاتكن؟ منطبخ أكلاتنا على فرن الكهربائي. فرن كهربائي؟ يعني ما بتستعملوا حطب؟ لا يا خالد ما بنستخدم الحطب، تعا فرجيك كيف منطلع منه النار. بسم الله الرحمن الرحيم، عن جد شي مثل السحر. ايه شي مثل السحر، شفت انه التكنولوجي بتساعدنا كتير؟ ايه والله بتريحكن كتير، نيالكن. شو بك يا خالد، ليه متفاجئ هيك؟ هيدي الركوة مثل الركوة اللي عنا اياها بالبيت، هي زيتها. هيدي الركوة ماما ورثتها عن أجدادها من حوالي 1000 سنة، هيك بتقلي. من حوالي 1000 سنة؟ زمن المستقبل. وسنة 2024؟
يعني بعد 1000 سنة؟ بالضبط يا خالد، رح اختك على زمن بعد 1000 سنة. شو بك يا خالد؟ وين رحت؟ لا لا ما في شي، انسى. طيب رح انسى. الظاهر ماما عم بترن على جرس الباب، يعني وصلت. طيب شو ناطرة؟ يلا روح افتحي لها. مرحبا يا ماما، اي متى جيتي؟ ماما جيت من حوالي ساعة، انا وصبي اسمه خالد. انت وصبي اسمه خالد؟ مين هيدا؟ ماما فوتي وبحكي لك قصته، قصته كتير غريبة وعجيبة. طيب يا ماما. اهلا وسهلا يا خالد، من وين حضرتك؟ شو حبيبي ما بتحكي؟ ما بيحكي رفيقك يا قالين؟ بلا يا ماما بيحكي. خالد رد على الماما. خالد رد، شو بك مصدوم؟ خالد شو بك؟ ليه عم تعمل إشارة على الماما ومصدوم؟ لأنه أميك تشبه أمي. خالد خالد حبيبي، في شو بك؟ خالد خالد في حبيبي، خالد خالد حبيبي في. يا ألين من هو هيدا الصبي ولغمي هيك؟ ماما هيدا الصبي انا ما بعرفه، لقيته على الطريق ولابس هيدا اللبس الغريب، وكان في بنات عم يتنمروا عليه، فاخذته منهم وحكى لي قصته الغريبه انه هو جاي من زمن بعيد. جاي من زمن بعيد؟ بالفعل لبس لبس كتير قديم، لبس تاريخي. حاسي حالي كتير بعرفه. هلأ المهم يا ماما، هيدا الصبي عنده مشكلة كبيرة، اخته مريضة ورح تموت، وعم بفتش على دواء لحتى يشفيها. اخته مريضة وعم بتموت؟ والله غريب هالصبي، خليني فايقه بالأول وبفهم منه قصته وقصة اخته. خالد 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 حبيبي فيق. خالد وهيدي هي كل القصة. والله غريبة قصتك يا خالد، بتشبه قصص ألف ليلة وليلة. طيب ليك أنت من أي عائلة؟ أنا من عائلة عبد الرحمن. شو؟ من عائلة عبد الرحمن؟ خالد ماما من عائلة عبد الرحمن. شو؟ من عائلة عبد الرحمن؟ يعني يا خالد أنت عم تقول إنك جاي من زمن كتير بعيد وأنت من عائلة عبد الرحمن، يعني ممكن تكون بتقربني. ايه ممكن. بدي اسألك، انت بتعرفي شو اسم جد 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 جدك؟ جد 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 جدي؟ والله يا خالد ما بتذكر اسمه صراحة. انا سألتك هالسؤال لانك بتشبه امي كتير كتير. شو؟ بشبه امك؟ يعني انت ممكن تكون جد 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 من الزمن القديم؟ ايه والله هيك الظاهر. والله غريبة قصتك يا خالد. هلأ المهم، اختك شو مرضها ومن شو عم بتعاني؟ اختي عم تسعل كتير كتير وعم ينزل دم من تمها. عرفت شو مرضها اختك يا خالد؟ اختك عم بتعاني من التهاب رئوي. طيب هيدا المرض في له دواء بيشفيها منه؟ اكيد يا خالد في دواء بيعالج هيدا المرض، وهو موجود عندي، حقوم جيب لك اياه من الصيدلية. ونسيت قلك انه انا طبيبة. ماما قلت له انك بتشتغلي طبيبة. طيب يا ماما انا هلأ فايت اجيب له الدواء من الصيدلية يلي عندي. شكرا لك يا قليل لانك ساعدتينا. اهلا وسهلا فيك يا خالد، وما تنسى انت يمكن تكون قريبة من الزمن البعيد، يعني وش بيساعدك؟ هكل الاحوال شكرا لك. خالد هيدا الدواء، تا
تعطوها منه لأختك ملعقة كل 6 ساعات لمدة أسبوع. شكراً كتير إليك. وهلأ يا خالد، مش صار لازم تروح على نفس المكان يلي جابك منه الساحر؟ بلا، صار لازم روح، وإذا بتريدي وصلين لهونيك. يلا يا ماما، رح وصله أنا وياك. يلا اطلع يا خالد. اطلع بشو؟ اطلع بالسيارة يا خالد، مش أنت قلت لي اخدك على المكان يلي حطك فيه الساحر؟ طيب شو يعني سيارة؟ نسيت يا خالد انك جاي من زمن بعيد. السيارة هي مثل الحصان، كيف انتو بتروحوا مشاويركن على الحصان؟ نحنا نطلع مشاويرنا بالسيارة. يعني مثل ما قلت لي قليل عن الرجل للروبوت الحديد، هيدي مثل حصان من حديد. صح يا خالد. صحيح يا خالد، وهلأ خلينا نطلع بالسيارة لناخدك على مكانك. أكيد هون التقيت بخالد؟ إيه يا ماما، أنا هون التقيت فيه. طيب يا خالد، هلأ صار فيك تنزل، وبس توصل سلم لنا على أهلك. إن شاء الله، شكراً لكم كتير. بس كيف بدي أنزل؟ نسيت إنك ما بتعرف بالتكنولوجي، يلا رح نازلك. تأخرت على ساحر الزمن كتير، إن شاء الله يجي ياخدنا. خليني ناديله، لازم يجي، بدي أخد الدواء لأختي. يا ساحر الزمن، يا ساحر الزمن، يا ساحر الزمن، يا ساحر الزمن، يا ساحر الزمان، يا ساحر الزمان، وينك؟ ظهر لأن تأخرت عليه ما عاد ياخدنا على زمانه. فكرتك ما رح تيجي تاخدنا لأن تأخرت عليك. أنا فعلا ما كنت جاية، لأنه قلتلك إذا بتتأخر بعد 5 ساعات رح تعلق هون. سامحني يا ساحر الزمان، بس أنا صار عندي ظروف صعبة هون. أكيد بده يصير عندك ظروف صعبة، لأنه هيدا الزمن كله مشاكل. طيب شو رح تاخدني على زمنه؟ لأنه أنا جبت الدواء لأختي. تكرم عينك، كرمال أختك تعيش رح أخدك على زمنك. شكراً كتير يا ساحر الزمن. وهلأ خلينا نسافر. الحمد لله رجعت على البيت. انت يا خالد صعب مهذب ومضحي، ولذلك انا ساعدتك. وانا بتشكرك كتير يا ساحر الزمان. اهلا وسهلا فيك يا خالد. وهلا خليني نادي لامي لحتى تعطي الدواء لاختي. ماما، يا ماما تعي، ماما، ماما. ماما شوفي شوفي، ليه عم بتناديني؟ ماما أنا جبت الدواء لأختي خلود. جبت الدواء لأختك خلود؟
كيف؟ ومن وين جبته؟ ماما هيدي قصة كتير طويلة. أول شي عطي الدواء لأخته خلود وبرجع بحكي لك القصة. والله ما عم بفهم عليك يا ماما، بس خبرني من وين جبت هيدا الدواء؟ طيب يا ماما خلينا نقعد وبحكي لك. طيب يا ماما تفضل اقعد. وهلأ خبرني من وين جبت هيدا الدواء؟ سمعي شو صار معي يا ماما. أنا من حوالي 5 ساعات كنت زعلان وعم ببكي على أخت خلود، وفجأة بيطلع لي ساحر الزمن وبيقول لي بدي ساعدك لتشفي أختك خلود، وبياخدني على زمن المستقبل لجيب الدواء يلي بيشفي أختي. وبالفعل بياخدني لهونيك يا ماما وبجيب الدواء يلي بيشفي خلود. ومش بس هيك يا ماما، أنا التقيت بوحدة بتشبهي كتير كتير، وهيدي يلي بتشبهيك أنا بكون جد 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 جدها. وهيدي كل القصة يا ماما. والله غريبة هيدي القصة يا خالد. هلأ المهم تأمر هيدا الدواء لأختك. وهلأ يا ماما قومي جيبي خلود لا تعطيها الدواء. يلا يا ماما. الحمد لله. ماما بتشربي أختي ملعقة كل 6 ساعات لمدة أسبوع. حاضر يا ماما.